ആരംഭിക്കുന്നു. ഇലാ ഹളറത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ഇലാ ഹളറാതി അർവാഹി അഹ്ലിൽ ഖൈരി വ ത്വാഅതി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما صلينا هدية واصلة ورحمة نازلة بعد القبول منا إلى حضرة حبيبك سيدنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومنجينا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة العالية الشريفة وبعثه مقاما يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم ارزقنا واهلينا وأقاربنا ومشايخنا وأساتذنا وتلاميذنا ومن أحب وأحسن إلينا ومن أعاننا ومن أعان ديننا ومن أعاننا على التعلم والتعليم ومن أطعمنا وجميع من أوصانا بالدعاء في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تهدمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود وحشرنا تحت ظل لوائه المعقود في زمرة الأنبياء المتقين. واسقنا بكأس حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة أنيقة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بحق وجاه حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبة حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة ذكر مدح حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك لنا في مجلسنا هذا وبارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وبارك لنا في مساجدنا ومدارسنا وكلياتنا وبارك لنا في معاهد أهل السنة والجماعة. اللهم بحق وجاه حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبة حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة ذكر مدح حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ادفع عنا وعن جميع من ذكرنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والجدري والقحط والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن ودفع عنا وعنهم كل شد وفتنة وكل بلاء ومصيبة وكل علة ومرض ودفع عنا وعنهم وليات دارين وحفظنا وإياهم يا حفيظ من جميع البلايا والعداء والأمراض. اللهم بمحبة حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم بحق حياه حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبة حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم
وببركة ذكر مضي حبيبك شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الرحمة والبركة ضعفا مضاعفة في تعلمنا وتعليمنا وفي حلقة تدريسنا وفي تلاميذنا وفي سائر خدمة ديننا. اللهم إلى حضرات أرواح عليه وأهل بيته كلهم وذرياته وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين، وإلى حضرات أرواح الخلفاء الراشدين، وإلى حضرات أرواح أصحابه البدريين والهديين، وإلى حضرات سائر صحابة والقرابة أجمعين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم إلى حضرات أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين وصحابهم المقلدين قدس الله أسرارهم ونفعنا بعلومهم بدارين. اللهم إلى حضرة روح القطب الرباني والغوث صمداني والمحبوب السبحاني والمعشوق الرحماني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيدنا وسندنا سلطان العارفين السيد أحمد القبيل الدفاعي قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح أصولهما وفروعهما، وإلى أرواح مشايخ سلسلتيهما القادرية والدفاعية قدس الله أسرارهم وأمدنا بمددهم ونفعنا بعلومهم وبركاتهم بالدارين. اللهم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والأقطاب والأبدار والنجباء والنقباء والزهداء والأوتاد والمشايخ والصوفية كلهم وسائر الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها أولا وآخرا جنا وإنسا ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا أجمعين. اللهم أعل درجاتهم، اللهم أفض علينا من فيوضاتهم، اللهم أعد علينا من بركاتهم، اللهم بحقهم وبجاه وبقربهم لديك لا تدع لنا ولجميع من ذكرنا في مجلسنا هذا ضما إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا دينا إلا أديته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا عفيته، ولا عدوا إلا دمرته وخذلته، ولا صهرا إلا بطلته، ولا فقرا إلا غنيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مرادا إلا حصلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاه وببركاتهم بارك لنا في مجلسنا هذا وبارك لنا في تعلمنا وتعليمنا. اللهم زد الخير والبركة يوما فيوما في تعلمنا وتعليمنا وفي سائر خدمة ديننا. اللهم أنزل الرحمة والبركة ضعفا مضاعفة في تعلمنا وتعليمنا وفي مساجدنا ومدارسنا وفي كلياتنا وفي معاهد أهل السنة والجماعة وفي سائر خدمة ديننا. اللهم بحقهم وبجاههم وبعلومهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك أعداء الدين. اللهم بحقهم وبجاههم أعز أهل السنة والجماعة وأذل أهل الزيغ والضلالة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من ذكرنا منهم وخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا ولا إياهم منهم. اللهم بحقهم وبجاه وبقربهم لديك وفقنا للتعلم والتعليم لوجهك الكريم وهدنا إلى صراطك المستقيم ودفع عنا عوائق العلم والعمل ورفع عنا موانع التدريس ويسر لنا أسباب التعلم والتعليم وجعلنا وتلاميذنا من علمائك العاملين المخلصين لوجهك الكريم ولا تجعلنا ولا إياهم من الخاسرين لا في الدنيا ولا في الآخرة وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا في الدارين. اللهم آتنا من لدنك علما نافعا في الدارين. اللهم فأحي قلوبنا بنور معرفتك وزين ظواهرنا بأنوار شريعتك ونور بصائرنا بأسرار معرفتك وحكمتك. اللهم بحقهم وبجاه وبقربهم لديك حقق رجاء كل واحد منا ورجاء جميع من ذكرنا ولا تردنا وإياهم خائبين ولا تجعلنا وإياهم من القانطين.
وجعل لنا ولهم في جميع أمورنا وأمورهم من كل هم وغم فرجا ومخرجا، وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وما قضيت لنا من أمر في أي أمر كان من أمور ديننا ودنيانا فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا هذا الذي بين أيدينا وسائر أمورنا كلها خيرا ورشدا، ولا تضيقنا ولا تفضحنا، وبحقهم وبجاههم وبكراماتهم وسر علينا وعلى جميع من ذكرنا أبواب رزقك، وانشر علينا وعليهم خزائن رحمتك، وكفنا وإياهم بحلالك عن حرامك، وأغننا وإياهم بفضلك الواسع الذي لا نهاية له عمن سواك، واختم لنا ولهم في جميع أمورنا لا سيما في هذا الأمر الذي بين أيدينا بالخير والسعادة، واجعلنا وإياهم من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا ولا إياهم من الأشقياء المطرودين. اللهم بحقهم وبجاههم وبقربهم لديك انصرنا وجميع من ذكرنا على القوم الكافرين والمنافقين والظالمين، وانصرنا وإياهم على القوم المبتدعين الضالين المضلين، وانصرنا وإياهم على القوم السياسيين الظالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم أذل أقدامهم، اللهم قلل عددهم وعددهم، اللهم اشدد وطئتك عليهم، اللهم خلب ديارهم ونكس علامهم، اللهم لا تمكنهم فينا، اللهم ببركات سادات المذكورين، لا تمكن الأعداء فينا، لا تمكن الأعداء فينا، اللهم فسلطنا على أعدائنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم اهلك المشركين، اللهم اهلك المبتدعين، اللهم اهلك اليهود والنصارى ببركاتهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وأساتذتنا وذنوب من ذكرنا كلهم يا غافر المذنبين. اللهم ارحمنا وإياهم بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.